بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي في الفيديو على تطبيق لإيتاب البولي. هنحاول نعمل سماعة، فهنعمل كرييت لشامفر بوكس كده. نكبر البرسبكتيف، نعلي السيجمنتس شوية عشان لو عايز اعمل اي كيرف ولا حاجة. نزود سيجمنت برضو احتياطي لاني احتاجها قدام. احاول لتابل بولي عشان ابدا اتعامل معاه، بس ممكن اضيف على الاف اف دي احسن عشان اعمل الكيرف الاول اسهل من التابل بولي. امسك الكنترول بوينتس اللي من الطرفين دول وانزل بيهم لتحت شويه تديني الكيرف. محتاجين سيجمنتس اكتر، هنكتر السيجمنتس. لا مش دي السيجمنتس دي، تمام. اديتني كيرف اللي انا عايزه، هكون لابس كله، هيطلع لي التابل مش لا عايزه بولي، تمام كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اللي هي الجزء التاني بتاع السماعة، فانا مش عايز البوليجونز دي، همسحها. تمام، اكبر شوية البوردر ده بالسكيل واطلع بيه شوية عشان لما اجي الحمه في الجزء او في الاوبجكت بتاع السماعة يتلحموا في بعض بشكل ظريف يعني. تمام كده، نعمل بقى كبسول مثلا من التوب كده. تمام، ممكن بالسكيل انزلها لتحت شوية. تمام كده، اكمشها كده وبعد كده اطلعها لفوق. تمام، مكانها كده مظبوط. نحول دي للتابل بولي عشان ابدا اتعامل معاها هي لوحدها، يبقى ده اوبجكت لوحده. امسك الايدجز مثلا دي، مثلا اخد لوب فيسلكت كل الايدجز اللي حواليها وبعد كده اعمل شامفر. الشامفر ده ليه؟ عشان هعمل كسرة كده يعني، انا عايز اعمل تانية فهزود عشان يبقى الايدجز تسند معايا التانية اللي انا هعملها. همسك الاتنين دول برضو، لا يبقى عايز لوب الاول، هعمل لهم لوب. نمسك الاتنين دول ونعمل لهم لوب ونعمل شامفر كمان. لا مش مظبوطة كده، لا يبقى نعمل لهم شامفر ونخليهم اتنين مش تلاتة، ونقلل المسافة شوية. تمام كده، همسك الخط اللي في النص بقى، اللي في النص اللي بين الاتنين دول ولوب، وهو ده اللي هعمل له الكسره دي بحيث ان الباقي الايدج تسنده. بالسكيل هدخل بيه لجوه كده، هيديني حاجه بالشكل اللي قدامي ده. تمام، شكلها كده ظريف خلاص يعني، مقبول الى حد ما. طبعا التكسيرات دي الشكل ده عايز سموث، بس هعمله في الاخر. امسك الفيرتكس في النص دي، كنترول بوليجون، سيلكت البوليجونز المربوطه بالفيرتكس دي، هعملها جرو عشان السليكشن يكبر عن كده. بالسوفت سليكشن ممكن ادخلها لجوه. تمام تمام كده خالص زي الفل. بعد كده امسك الايدج دي، اقفل في السوفت سليكشن وامسك اعمل لوب للايدج دي، واقدر اعمل لها شامفر عشان اعمل لها كسرة تاني. تمام تمام كده، لو ضفنا مش سموث كده، تعال نبص. يبقى الشامفر اللي انا ضفته في الاخر ده ريح لي، عمل لي التانية دي او الكيرف التانية اللي من جوه دي، وشكل بقى ناعم قدامي زي ما احنا شايفين. نمسح مش سموث مش هنعوز دلوقتي، هنعوزه في الاخر. تعال نكمل كلامنا بالاف اف دي. انا ممكن امسك البوينتس دي اطلع بيها لفوق شوية كده. تمام، شكلها كده اظرف. تمام، بعد كده ننزل دي شوية لتحت كده، ممكن كولابس اول عشان يطلع لي الاتاب والبولي يتعامل معاه تاني. نمسك البوليجونز اللي في الطرف دول، ناخد دي كمان نمسحهم. بعد كده نقدر نعمل ايه؟ نعمل اتاش الاوبجكت الاولاني ده مع التاني، بقوا الاتنين اوبجكت واحد. البوردرز دول نقدر نمسكهم ونقدر نعمل لهم بريدج فتربطوا ببعض بالمنظر ده. ممكن ازود السيجمنتس عشان ايه لو عايز اتعامل معاهم بعدين. الاليمنت كده كله حتة واحدة. لا طبعا عايز ابعد شوية بالسماعة، يبقى سيلكت البوليجونز بتاعت السماعة الاولانية. تمام، ادي سيلكت دول بالت وسيلكت
بالت دراج بتاعت الماوس، تمام تمام كده. بعد كده احرك الجزء ده لبره شوية. طب الجزء اللي بايظ ده يبقى ممكن نحتاج ريلاكس عشان نريحه شوية اكتر من كده. نيجي من تحت هنا ريلاكس، مش هغير حاجة، اوكي هبدأ اتعامل معاه، نريحه اكتر من كده اكتر. تمام 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 كده لحد ما مقبول شوية، بس عايز شوية هنا. تمام. طيب دلوقتي انا عايز الجزء ده امسحه وبالسيمتري موديفاير، يبقى عشان يبقى النص التاني زيه بالظبط. بقى اضيف الموديفاير اسمه سيمتري، مش سموز، نضيفه الاول. طيب نشوفه الشكل كده، تمام مظبوط. انا محتاج سيمتري موديفاير يتضاف قبل المش سموز، تمام. اعمل فليب الميرور، محتاج ان هي تقرب ليها شويه، امسك السب اوبجكت اللي اسمه ميرور وقربهم لبعض شويه، تديني حاجه. اه لا مش مظبوطه شويه، لا عايزين بالايدجز نظبط الجزء في النص عشان الكيرف يبقى اظرف. هو يعني الى حد ما انا نوصل يعني بالايدجز كده. اعمل لهم روتيت، تمام. حركهم لتحت شوية، تمام. ظبط لوب كده وننزل بيهم لتحت شوية. تعال نبص كده من السيمتري هيبقى عاملة ازاي. برضو حاسس ان المسافة طويلة قوي بينهم، كمان الايد عريضة بالنسبة للسماعة يعني، فاحنا محتاجين ان الايد ترفع وكمان المسافة تقل شوية. طيب نمسك دول كلهم كده ونعمل لهم لوب، تمام. ده انا ناسي اللي في النص دي وناسي اللي في الاخر كمان، ماشي. لوب ونيجي بالسكيل نقلل شوية، تمام كده العرض بتاع السماعة اخف شوية. نيجي هنا بريلاكس نعمل نفس اللي عملناه قبل كده، ريلاكس الجزء ده اكتر اكتر، تمام تمام زي الفل كده. نيجي نبص كده عليها، تمام. بس برضو المسافة طويلة قوي، طويلة خالص، فاحنا محتاجين ان المسافة تقل. ممكن امسك شوية البوليجونز دول ودول كمان نمسحهم، تمام. تعال نبص كده السيمتري، نقرب الميرور، تمام كده الى حد ما تمام. بس الكيرف اللي طالع لبره ده عايز ما يبقاش بالمنظر ده. طب تعالى نمسك كده نعمل لوب هنا وننزل بيه لتحت شوية ونروتيت كمان، لا ملهاش لازمة. طب نمسك دول لوب ونروتيت، تمام، ونحركهم شوية لتحت. تعال نبص كده من السيمتري كده، الشكل الى حد ما مقبول، تمام. طيب انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل هنا اهو الخروم دي بتاعت السماعات، فهعمل ايه؟ تعالى كده نيجي من البوتوم ونسلكت نعمل ignore back facing وسلك سوري ونسلكت الجزء ده كله، تمام. احنا ممكن نغير ونعمل ديليت، تمام نعمل ديليت ليهم كلهم. ممكن نغير الشكل بتاع السليكشن نخليه دايرة، تبقى حاجة بالمنظر ده كده، هتحتويهم كلهم مرة واحدة وسلكت دول بإيدي بالمنظر ده. أنا عايز أعمل إيه بقى؟ أنا عايز أرسم بالـ2D ال الشكل اللي هو المتفرغ بالإخرام بتاعته دي، تمام. تعال نعمل سيركل كده اهو وسيركلز
جواها كده، نعمل واحدة ونكبير منها. تمام 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 4 مثلا، وناخد دولة سوري. ممكن نعمل فلتر بدل ما نسلكت كل حاجة، نقدر نسلكت الشيبس بس من فوق هنا. تمام، اقول له ان انا هسلكت الشيبس بس، وسلكت دولة اوسطهم كده، وشيفت اخد دولة وشيفت وانزل لتحت كده نسخة منهم، واخد في النص دي وانزل لتحت بيها نسخة منها، نمسك دي نحولها لإيتابل سبلاين، ونعمل اتاش للباقي معايا. تمام، وناخد السيركل اللي بره دي خالص، ونعمل اكسترود. لما نعمل اكسترود بالمنظر ده المفروض يطلع لي حاجه بالشكل ده، نديها سمك. طبعا نبص من برسبكتيف ليكون السمك ده اوفر ولا حاجه، لا دي ساقطه خالص جوه، نطلعها لفوق شويه. تمام، مثلا لحد هنا. تمام، ننزل لتحت شويه بيها كده. تمام، طيب دلوقتي عايز اربط ده بده بقى. طيب الجسم ال 2D ده مش محتاج سموث، هو خلاص كده جاهز. لو سموث هيبوظ لان مفيش ايدجز تسنده كتير. هنعمل كولابس ونحوله معلش نحوله لإيتابل بولي، لان احنا محتاجين اللوب هنا اهو. نحاول إيتابل بولي، نعمل لوب سيلكت الايدج ده، ونعمل رينج سوري، وندوس كنترول سيلكت البوليجونز ونمسحهم عشان نعمل بوردر هنا اهو. يبقى دلوقتي انا عندي بوردر هنا، وفي بوردر تحت الجزء اللي من تحت ده انا مش محتاجه، همسحه وامسك بوردر اللي هنا اهو. تمام، اقدر دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل اقدر اجي دلوقتي للاوبجكت الاساسي بتاعي، اضيف عليه مش سموث، اظبطه للنتيجه النهائيه بتاعته، وكولابس كله على بعضه يطلع لي الايتاب والبولي النهائي. تمام، واعمل محتاجه اتاش، اعمل اتاش للاوبجكت اللي هو الجزء ده، واجيب من البوردر، امسك البوردر ده والبوردر ده، واعمل بينهم بريدج بالمنظر ده. نزود السيجمنتس مثلا، نخليهم 2 ظريف 2. تمام، ممكن نمسك الخط اللي في النص ده ونعمل لوب كده بالمنظر ده، ونيجي ندخل بيه لتحت شوية كده من الزاد عشان يدي كسرة كده صغيرة، وهو كده كده مسنود من الايدجز اللي حوالين انها ايه قريبة منه. يبقى كده السماعة وصلت معايا للمنظر ده. فاضل انا اضيف السيمتري موديفاير تاني، تعالى كده نضيف السيمتري. تمام، وندوس فليب ونقرب الميرور حاجة بالمنظر ده مثلا، وصلت لها كده في وقت قليل بالإيتابل بولي. وده تطبيق كده على استخدام الإيتابل بولي، لأن الإيتابل بولي بيديك الإمكانية إن أنا أتعامل مع كل حاجة في الجسم، الفيرتسيز والإيجز وكل حاجة. فيبقى المودلينج بتقدر تعمل بيه أي جسم فيه كيرفات، فيه تعقيد، فيه تفاصيل، وتوصل له بسهولة. ونكمل إن شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.